شايفين هذه البيتزا؟ عملتها بدون فرن وبدون تخمير للعجين. أسرع بيتزا ممكن تعملوها. تعالوا أحكي لكم الطريقة. بالبداية رح أشوح الخضار على النار. حطيت بصل وفلفل ملون، بملحهم بتركهم على جنب. بدي أحضر للعجين. عندي هون 2 كوب من الطحين، طبعا رح أنخلهم. بعد ما أنخلهم رح أحط عليهم معلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة بيكنج باودر وتقريبا معلقتين كبار من زيت الزيتون. بإمكانكم استخدام زيت القلي مثل ما أنتم بتحبوا. رح أضيف معلقة كبيرة من الملح وكوب لبن. طبعا أنا هون استخدمت اللبن، ما استخدمت الحليب لأنه اللبن بيعطي العجين طراوة. رح أعجنهم مع بعض. إذا شفتوها لسه بتلزق معكم بتضيفوا لها شوية طحين. طبعا هون أنا فردتها، دهنت المقلاية بالزيت، حطيتها على النار وغطيتها. بس شفتها تحمرت قلبتها، رح أرجعها على المقلاية. هون رح أدهن سلطة البيتزا، إن شاء الله بنزل لكم طريقتها. رح أرش على وجه العجين جبنة الموتزاريلا، رح أحط الخضار يلي أنا عملتها. أنا طبخت الخضار لأنها ما بتاخد وقت كتير على النار، فعشان هيك أنا كان بدي الخضار تكون مستوية. رح أحط عليها الفطر. أنا هون استخدمت فطر معلب، إذا استخدمت الفطر الفريش كمان شوحوه على النار. حطيت هون الزيتون، حطيت على الوجه جبنة الموتزاريلا، حطيتها على النار وغطيتها، وهيك عندي صارت جاهزة. صحتين وهنا يا رب. ورشيت على الوجه بعد ما جهزت أوريجانو. يلي بيسألوا على الأوريجانو اللي هو زعتر البيتزا. وصحتين وهنا يا رب.